شاطئ فارغ وأطلال سوق قديم للأسماك، هكذا بدأ نصف المشهد في قرية فقم الساحلية، وهكذا كانت قصة البحار هاشم الذي انتظر طويلا فرصة الاستقلال بامتلاك قارب للصيد بعد أن كان عاملا لدى الآخرين بأجر زهيد. كنت يعني اشتغل في البحر بحار صياد مع الغير يعني صاحب قوارب وده. يعني شاقي كما ما تقول، والآن الحمد لله من الله علينا بهذه القوارب والمكاين. ثمانية قوارب والعديد من أدوات الاصطياد هي المرحلة الأولى من مشروع تموله منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة، ويهدف لدعم سبل العيش وتقديم التدريب للجمعيات السمكية في عدن ومحافظات أخرى. هذا 16 أسرة من معدومين الدخل في قرية فقم، وكذلك معانا 400 أسرة، 200 شبك ل 400 أسرة، ومعانا 800 سترة نجاة ل 200 أسرة في فقم. بدأ المشروع بقرية فقم التي كانت في قلب خطوط التماس الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي والمخلوع، وهناك العديد من المناطق الساحلية تضافرت الحرب والفيضانات ثم أزمات المشتقات النفطية على تعطيل أعمالهم التي تتطلب حضورا للدولة المتمثلة بوزارة الثروة السمكية. أول مشروع يقدم من أي منظمة دولية متكامل، وبسخاء صراحة يشكرون عليه جميعا. نتمنى من المستفيدين من هذا الدعم أن يحافظوا على معدات الاصطياد ووسائل الإنتاج، وأن يحسن من مستوى دخل معيشة الأسرة، وأن أيضا يساهم في توفير الأسماك كغذاء إلى المدينة البريقة ومحافظة عدن ومحافظة مجاورة. كما يؤمل أن تحفز هذه المبادرة البسيطة الكيانات النقابية للصيادين، وهي المتوقفة أو التي أوقفت من قبل نافذين منذ سنوات. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.